بالنسبة للأشاعرة، التأويل مخالفة من المخالفات التي خالفوا بها أهل السنة، ولكنهم يخالفون أهل السنة في جل مسائل العقيدة، يخالفونهم في علو الله، يخالفونهم في الاستواء، يخالفونهم في الصفات، يخالفونهم في التكفير، يخالفونهم في أول واجب على المكلف، يخالفونهم في الرسالة، يعني هل هي يعني الرسول هل هو من عند الله تبارك وتعالى يعني اصطفاء من الله أو اجتهاد أحيانا تكون من العبد. كذلك يخالفون في القرآن الكريم، حيث إنهم يقولون أنه قرآن الكلام نفسي، طيب، ولا يثبتون القرآن الكريم أنه كلام الله تبارك وتعالى، يقول هو كلام الله لكن كلام نفسي، وبالتالي هو كلام الرسول أو كلام جبريل في النهاية. كذلك يخالفون في الإيمان، في أن الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، ما نطق به اللسان وصدقه الجنان وعملت به الجوارح، طيب، هم عندهم قول وتصديق فقط، ولا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان. في أشياء كثيرة، كذلك التحسين والتقبيح يخالفون في أهل السنة. لعل إن شاء الله تعالى إن كانت لنا حياة أن نكون في إحدى هذه الجلسات أن نذكر أهم المسائل التي يخالف فيها الأشاعرة أهل السنة.